في أي دولة تونس. مرة أخرى الشارع يتحرك في مواجهة الجيش، تظاهرة غاضبة تخرج احتجاجا على إعلان الجيش إقالة عدد من الضباط الذين يرى المحتجون أن بعضهم ساند الثورة أثناء اعتصام القيادة العامة في الخرطوم. تظاهرات استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتشتيت المحتجين من محيط القصر الجمهوري. احتجاجات شهدت تصعيدا كبيرا يرى مراقبون أنها مؤشر لتزايد الشقة بين شركاء الحكم وأن لها ما بعدها. في الديمقراطية المواكب والمسيرات هي حق للناس، لا توجد جهة تحدد هذه المسيرة تقمع وغيرها لا تقمع. لذلك أنا أعتقد مثل هذا السلوك ربما يتصاعد ويؤدي إلى خلاف أكبر بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري في الحكومة والمؤسسة العسكرية ككل. وهذا أعتقد أنه إن حدث سنشهد سيناريوهات عنف وسنشهد سيناريوهات مواكب واحتجاجات أضخم من التي رأيناها اليوم. تجمع المهنيين السودانيين طالب في بيان له بإقالة وزير الداخلية ومدير شرطة الخرطوم وبإيقاف قمع المتظاهرين والاستجابة لمطالبهم واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإلا فإن الخيارات ستكون مفتوحة في حال استمرار ما وصفه بالتلكؤ والقمع. شيبة الحمد عبد الرحمن، العربي، الخرطوم.